السماء تمتاز بالعدل، فهي لا تفرق بين الجميع، تشع بضوء الشمس على الجميع، كل على حد سواه. لكن في بعض الأوقات السماء تختبرنا، ويأتي ليل تكون فيه الشمس محجوبة إما بالمطر أو بالغيوم. مع ذلك فنحن لن نضل طريقنا، ليس هنالك ليل لا ينتهي، ليس هنالك مطر لا ينتهي. طالما الشمس تشرق في قلوبنا فنحن لن نضل طريقنا، لكننا لم نكن نعلم في ذلك الوقت بأن أشعة الشمس القوية والمتميزة جدا قد تحولت إلى ظلال.